السلام، تحية ودادية وتحية لجميع الوداديين. فوالا بغيت نهضر على مفهوم يعني التقواس، حيت مسألة التقواس ومسألة القواسة يعني واحد المفهوم اللي ارتبط كتير بالكرة. يعني واش فعلا هاد الكلمة هي صحيحة؟ لأنها شائعة بشكل كبير في الأوساط الرياضية، سيرتو ملي كيبدا الشطر الثاني أو أن شي فريق كيكون على بعد نقطة أو نقطتين مع الفريق المنافس ديالو، فكي يشيع بكثرة هاد مفهوم التقواس. وكتلقى بنادم صاحبي في القهوة ديرها، واش فعلا كاين هاد الشيء أو ما كاينش؟ أو يعني ارتبط كتير في الثقافة الشعبية وفي الثقافة الرياضية عموما. نقوسو حنا، مقوسين حنا، فما فهمتش انا هاد المفهوم واش حقيقي. نشوفو مدرب كيحط بلون تكنيك وتكتيك ومستوى وكذا، وبغى يجي واحد بعينيه غادي يبدي يخسر فرقة ولا ما، هذا مفهوم خاطئ. فانا كنزيدو ماشي غير هذوك العينين، تاع عين العورة تيزيدها وما غتشدش في الفريق اللي مبني بناء صارم. الأمر كيتعلق بفريق الوداد الرياضي، إن شاء الله تولاتي هذا العام. بون كوراج بور لواك، ديما وداد.